محو سالكا كو هيا كولان كو هوغان كا حسبيغا معارض كا اهي وداني او كدعا يمغالا دا دي سببا اي حارون تا ودن كا يتوبية دور انتي ليغ اي اي كولي يهين ودا حضل كدوان لا فيلا ايو انو حالكا سي كدعو او ده مرا ايا سياسيين تا ايو وحقارت كا سول ايو حكومة دا سومالي لانو دينا محاي نوكو هوغان كارنا سبب تا وقت غان كي لفتي اينا اي دل كا دي بدي ساكو قب صدان شر ايو او كل مكرا ايو ودن كا قديهيسي حكومت سومالي لان ايا وربحينتي ان كوچري دونتا او ديارين ايسا وفتيجي كاقيب جلي لها وضا حضالله او كوهجهان مقالة ادي سببا اي حارون تا ودن كيتوبي باهينتي انن ها ايا ينكو فلقين اينا قدو بداسي وحقارت كاها ايا سياسيين تا باريغا سول ايا هوغان كساري اي حسبيغا وداني ايا وحا اي كود داليان اسبدل سياسة ديدو اي قدها سومالي لان كساميان يغو كو عدادين ايا حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي واسيد قرشوهو دو يهاي ايه اينا دورشة دا مدحتوية دا صوهر رئيسيسو مران كان او ان مدى سومالي لان حسبية دا كسو دهجري ايا وقت غان حادر كا الله قول لفاقه وضا هادال كا مقالة دا الله سعانو دي حارون تا قوبل كسو الحالة دي دا لغو دا كينا ايو او ده مر ايا وحقرت كا ايا مدح دقاميت كا ديگان كاسي ايو حكومة دا سومالي لان هوغان كسري حسبيغا معارض كاهي وداني وحرسي علي حاج حسن اي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرهو اي ايا وحي استوسين ان وقت كان حادر كا كانيس دهبي وغوچروه ودا هذا الكاسي اني كفا ايدي استان ما دام او عبد الرساق خليف او حسبيغا سيكاسو بحيدين عاو كسو جيدو ايغو او ايساغا سيد احمرين ايا فرهيمها اي دونيان اي وقت كان حادر كا قدها سومالي لان ايو اركيان اني ضروريهين يو جيت كودة او اها كرسيغا ودنكا وغوصر ريسينا يهانتان او وقتيغان حادركا احالكان ودح موقاتي حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي او اي دليل بضندو شوغة توريين ايانا وقتيغان حادركا اوحا اي سود ياري نحسا دامينتا اي ديكينتا مقالة دا الله سعان ودي حارونتا قبل كسول حالة دي كالوس نيد ايادا او ودا حد اللو مرأيو دولد اي تو بيو وارينتا سي دحدحات كا اه ايانا وقت كان حادر كا اه وحي قابن قابن ايسا كولان كاسي وكرد عيدون مغالي دا ادي سبب اي حارون تا ودن كاسي سياسيين تان كولان كو كرد احمر ايو مغالي دا ادي سبب اي حارون تا ودن كاي تو بيو كان ودا ترسان حسبيغا ودن ايا وحي لي هين دانا كالدوين عبد الرساق خليف احمد او دوان او سومالي لان كسو هر چيستي ايا وحا ودون ايا ودا حدل كهشيسي دا كسو بحاين اي غيب كان نغطو inan kursigiis lagu qordin xilkaasina laga qaadin oo uu sii ahaado gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland hoggaanka xisbiga wadanina waxa ay doonayaan in lagu lifaaqo doorashada madaxtooyada in la soo horaysiyo iyo sidoo kale isbeddel siyaasadeed inuu ka dhaco gudaha Soomaaliland waxana waqtigan ku hirdamaaya dano iyo damacyo kala duwan oo ay calan wadayaal ka yihiin xisbiga wadani hoggaankiisa sare waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka Sool iyo xukuumadda Soomaaliland oo ku dadaalaysa inay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool nabadgelyo dib ugu soo celiso xisbiga wadani ayaan haba yaraatay meel ka soo gelin wada hadalka iyo isujiiditaanka gobolka Sool iyo xukuumadda Soomaaliland hase yeeshee waxa uu ku dadaalayaa damciisa siyaasadeed inuu dhex marsado maadaama uu isagu ujeedkiisu yahay inuu hanto kursiga wadanka ugu sareysa wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed